سؤالنا النهاردة هو تفتكروا إيه أهم شرط للحياة الزوجية عشان تكون سعيدة؟ أنا وجهة نظري إنه هو مش شرط. أيوة. هو حاجات كتير، بس خليني أسألك أنت الأول. إيه أنت بتشوفي بتتابعي الترند اللي هو بتاع المرأة غير ملزمة؟ طبعًا. يعني إحنا شفنا، وأنا عجبني كمان إن في رد من ستات مصر كلهم على الترند ده، يعني هو إن الناس فعلاً شايفة إن الترند مش حقيقي، يعني الناس كتير تقول لك المرأة غير ملزمة، المرأة غير ملزمة، فالناس يعني حتى الستات نفسهم قالوا يا جماعة في إيه، الموضوع مش كده. فأنا شايف إن في جدل كبير على السوشيال ميديا دلوقتي بخصوص الزواج وقصة الست ملزمة بإيه ومش ملزمة بإيه. الموضوع يا جماعة بسيط جداً، بيتلخص في كلمتين ربنا قالهم: المودة والرحمة. ببساطة شديدة جداً، لو في مودة ورحمة ما بين الزوجين كل شيء، يعني مش هتتكلم بقى ايه هتطبخي لي ولا مش هتطبخي لي، لان هي اصلا ببساطه شديده لو انت معاك قادر انك يعني تجيب واحده تطبخ لمراتك وانت ما جبتش يبقى انت راجل ما عندكش دم، لكن لو انت مش قادر وهي ما طبختش يبقى هي اللي غلطانه. فالمواضيع بسيطه واسهل مما تتخيلوا، والموده والرحمه هي كلمه سر بسيطه جدا، ويكفي لو كل واحد عنده نوع من انواع التقدير للاخر يا جمانه هتلاقي المواضيع ابسط واسهل، والمواضيع مش محتاجه كل الجدل ده. صح لا انا اتفق معاك 1000000%. ملهاش علاقه خالص، لا مش ملزمه او ملزمه، يعني في يا جماعه نبسط الدنيا على بعض يعني، وهنوصل لايه في الاخر يعني؟ يعني بعد ما نقول المراه مش ملزمه هنسيب البيت يعني؟ ما هو لو قادر زي ما مصطفى قال اكيد هيجيب حد يساعدها، لو مش قادر هي لازم تقدر ده، وحتى لو مش دورها عادي احنا بنساعد بعض وتقوم بيه على اي حاجه. مصطفى هقول لك بقى زي ما قلت لك في البدايه، هو مش شرط واحد، هي لازم يكون في شروط كتيره الحقيقه، او مش شروط، لازم يكون في عوامل كتيره. احنا بنتكلم على الموده والرحمه، وجعلنا بينكم موده ورحمه. انا بشوف ان الموده والرحمه دي النتيجه النهائيه بالظبط، مش اللي بنبدا بيها. عشان يبقى في موده ورحمه لازم يكون في عوامل كتير قوي. اولا ان احنا نتقي ربنا، يعني يبقى احنا فعلا بنعامل ربنا في الشريك اللي معانا، ده رقم واحد. رقم اتنين، نبقى داخلين العلاقه الزوجيه ده واحنا بروح مقاتل كده، يعني احنا في ظروف كتير جدا بتتفرض علينا من الدنيا، فلازم نكون داخلين بروح مقاتل ان احنا هنحافظ على الكيان ده وعلى البيت ده، عشان في ظروف مره تانية كلنا بنمر بيها، فلازم نكون دايما واقفين مع بعض جنب بعض، نقدر ان احنا ندعم بعض. ده تاني حاجه. تالت حاجه ان احنا نكون واثقين في بعض. واثقين دي لازم نحط تحتها 1000000 خط. مش واثقين دي مش مقتصره فقط على الشك بيعمل حاجة غلط أو بتعمل حاجة غلط، لا، واثقين في بعض، بمعنى واثقين في رأي بعض، واثقين في قرارات بعض، يعني قادرين إن احنا ناخد رأي بعض. ممكن مراتي، لو أنا راجل، مراتي هتاخد قرار ممكن على فكرة عادي جدا أحترم هذا القرار وأعمل بيه عادي خالص، جوزي واخد قرار أو اداني رأيه في حاجة عادي جدا على فكرة إن أنا أخد رأيه، وملهاش علاقة بقى بفكرة السترونج اندبندنت وومن أو الست المسيطرة أو الست المستقلة، دي ملهاش أي علاقة عامة بالموضوع ده. رابع حاجة إن احنا نقدر بعض ونكبر بعض، دايما تبص لشريك حياتك أو تبصي لشريك حياتك إنه أحسن حد في الدنيا، أنت قد إيه بتثقي فيه، قد إيه بتحترميه، وهو كمان نفس الفكرة. إنه أحيانا مصطفى أنا شفت مواقف قدامي، ممكن واحد يروح يقول مثلا لزوجته شايفة دي شكلها عامل إزاي، شايفة لابسة إزاي، شايفة مش عارفة بتعمل المقارنة بتبوظ الدنيا طبعا. يعني لو متخيل بجد إن هي هتعمل حاجة بعد ما أنت تقول لها كده، يعني أنت فاهم غلط تماما تماما. والست نفس الموضوع، ممكن طبعا حلو جدا ان انت تقول مثلا لزوجتك على حاجة معينة، بس تدور على طريقة لطيفة ما توجعهاش، ما تحسسهاش ان هي قليلة او ان هي مش مالية عينك، وانت كمان نفس الموضوع. فاحنا بنتكلم يا جماعة على أرض نقف عليها، نعرف نتناقش فيها، نتناقش، ندرك اختلافات بعض، نقدر اختلافات بعض، مادام مفيش اختلاف يعني بين، مفيش حاجه يعني مثلا هو بيحب الابيض وانت بتحبي الاسود، يبقى اصلا هنا من البدايه ما كانش ينفع نختار بعض، اخترنا بعض، يبقى لازم نوصل لارض صلبه مشتركه نعرف نتناقش فيها، نعرف نتكلم مع بعض فيها. في حاجه كمان تانيه مصطفى مهمه جدا، صحيح، فكره التفاهم، انت تعرف تتكلم مع اللي قدامك، تعرف حتى لو غلطان تبقى عندك الاريحيه بتاعت تقول انا غلطان من غير ما اللي قدامك يبقى بيحكم عليك. بالظبط. في كتاب هو مترجم اسمه رجل من الزهرة أو امرأة من المريخ تقريبا، واتباع يعني كان ليه
نجاحات كتيرة اتباع بترجم لكذا لغة واتباع بشكل كبير جدا. هو الكتاب ده فلسفته ان هو بيرصد ان الاختلاف بين الرجل والمراه ان الرجل بيفكر بشكل براكتيكال او علمي او عملي او منطقي، والست بتفكر بشكل عاطفي اكتر. طبعا يعني الاختلاف وجهتين النظر. الكتاب طول الخط الدرامي بتاعه يعني ان صح التعبير بيقول حاول انت توصل لدماغها بالشكل العاطفي، وانت حاولي توصلي لدماغه بشكل عملي، هتلاقي الدنيا بقت مستويه وهتلاقي الدنيا بقت سليمه. لو كل واحد من الشريكين، اذا شركه هو شركه فعلا، لو كل واحد من الشريكين كل واحد قدر ان هو يوصل لدماغ الاخر ويقدر يفهم دماغه، هي بتفكر بشكل عاطفي فانا يعني ابص لها بهذه النظره، هي انت بتفكر بشكل عملي فانت بتبص بهذه النظره، انت بتفكر في مصاريف البيت في الالتزامات في في في، هي بتفكر في ان هي عايزه تتفسح عايزه تخرج عندها مش عارف ايه. كل واحد ليه اولوياته، امر طبيعي، دي ربنا خلقنا كده. لو كل واحد وصل للمرحلة دي أعتقد أن الجواز الشركة دي هتبقى ناجحة جدا. في كمان نقطة مهمة، أحياناً لما بنيجي كده نبقى في بداية علاقة، خطوبة، جواز، أي مكان، بنقعد نفكر أنا عايزه أو عايزها تعملني بالشكل كذا، أنا بحب كذا، أنا لما أتضايق المفروض يعمل كذا. مش فكرة كده كمان يا مصطفى، فكرة طب ما تعمل اللي عليك أنت الأول، اعملي اللي عليك أنت الأول، يعني شوفي أنت حابة تتعاملي إزاي وشوف حضرتك حابب تتعامل إزاي، الطريقة المعاملة اللي أنت حابب إن اللي قدامك يعاملك بيها وبادر بيها أنت، ابدأ بيها أنت. صحيح. ما تبقاش قاعد متلقي اللي قدامك هو اللي يعمل وهو اللي يفكر وهو اللي يقدم وبعدين انت تبتدي تفكر لا ابدا بنفسك، واكيد اكيد اللي قدامك لو لقى ان انت شخص بتقدره وشخص بتحترمه وشخص بتحبه يعني ما اعتقدش انه مش هيبادلك نفس المعامله دي الا لو بقى في مرض نفسي. صحيح. يعني الا لو في مشكله بجد احنا بنواجهها. صحيح. فدايما ابدا بنفسك، قدروا يا جماعه العلاقه الزوجيه دي مش يعني مش حاجة بسيطة ومش حاجة سهلة، ده بيت تاني، دي أسرة تانية انت صحيح. بتبنيها بس باختيارك، فلازم اختيارك او اختيارك يكون طبعا يكون في حب، بس لازم يكون في عوامل تانية موجودة، لانه زي ما دايما بنقول واهالينا كانوا بيقولوا زمان مراية الحب عامية، لا حب او حبي طبعا دي حاجة مهمة، ولكن لازم نبص برضو بجانب من العقل يا مصطفى. صحيح. يعني كلمة اخيرة ونصيحة يعني تقفل الباب ده خالص، يعني لو حد فاكر ان في حد هيتغير اثناء الجواز فهو هيتغير لفتره بسيطه علشان يرضي الشريك الاخر، لكن الجمله او النصيحه اللي انا بقولها محدش هيتغير. لو حد اتغير لفتره وجيزه صغيره فهو بيتغير بس لمجرد ارضاء الطرف الاخر، فخد شريكك على عيبه او على ما هو اتخذ كده بهذا الشكل فهو بيفكر بهذا الشكل، هي بتفكر بهذا الشكل. لو كل واحد فهم الاخر وعرف متطلباته وعرف هو بيفكر ازاي وعرف الدنيا هتمشي بسهوله شديده. عموما ده سؤال حلقتنا، خليكم معانا على مدار اليوم، اكتبوا لنا تعليقاتكم هنقراها وهنتفاعل معاها. ايه هو اهم شرط للحياه الزوجيه عشان تكون سعيده؟ مستنيين تعليقاتكم اللي موجوده على صفحتنا على فيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، منتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهارده ان شاء الله في حلقه النهارده ان شاء الله. صباح الخير والسعاده عليكم مره ثانيه، وصباح الخير يا مصر.